انطلق قبل قليل بحفظ الله ورعايته الشوط السابع، سابع أشواطي هذا الصباح في ميدان سيف العرب. مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق في هذه اللحظات وهو الخاص في فية الجعدان، المحليات الأصائل الإذاع، تنطلق حاملة الناموس وحاملة الأثار والتحدي. نسير مباشرة مع مهدي على مقدمة الشوط. عبد الله بشطيط بن سعيد العمري يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني يتواجد في ثاني المراكز شاهين لعلي بن حمد بن مطوع الاكتبي يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذا وصل في ثالث المراكز اللي هو الطايل لأحمد بن محمد بن كراز المهيري يتقدم في ثالث المراكز. أما المركز الرابع شاهين لعبد الله بن معيوف العامري في المركز الرابع، وخامس المراكز هذا ناصي لمحمد بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات. أما ياتينا هاملول لسعيد بن حمد بن سلطان المنصوري يتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس، والمركز السابع تواجد فيه الذهب لصالح بن حمد بن شريويح العامري، والمركز الثامن هناك ستة ولا ثمانية بنشوف يا علي بنشوف هذا رقم ستة على ما أعتقد أنه اللي هو شاهين لعبد الله بن معيوف بن محمد العامري. عموما على كل حال أو لناصر بن معيوف الشدي، لناصر بن معيوف الشدي اللي هو مقفي، اللي هو مفتي يا سلام. هناك التاسع بنشوف المركز التاسع والعاشر. المركز التاسع هذا ناصي لسهيل بن مبارك بن مرخان الكتبي، والمركز العاشر وصل له وتقدم له اللي هو متعب لسالم بن يابر بن مصرح الأحبابي. هذه النتيجة للمراكز الأولى في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. ما شاء الله تجمع في هذا الشوط، هذا الشوط فيه تجمع جميل وفيها بيحمل أثاره، بيحمل تحديات على أرضية هذا الميدان. يا سلام، شوف التنافس وشوف التحدي وشوف هذه الكوكبة الرباعية الجميلة اللي جاوز فيها وتقدم فيها اللي هو مقفي أو مفتي هذا مفتي لناصر بن معيوف بن سعيد الشدي، تقدم على المركز الأول وقاد مساري هذا الشوط بجداره وبانطلاقه رائعة. بينما المركز الثاني الطايل ياتي في المركز الثاني أحمد بن محمد بن كراز المهيري الذي ينطلق على المركز الثاني، والمركز الثالث الله شاهين في المركز الثالث، علي بن حمد بن مطوع الكتبي على المركز الثالث، رابع المراكز هذا هو مهدي لعبد الله بن شطيط بن سعيد العمري يتقدم على المركز الرابع، والمركز الخامس يتواجد فيه اللي هو شاهين لعبد الله بن معيوف العامري. هذه الخمس المراكز الأولى، السادس اللي وصل في المركز السادس في هذه اللحظات، الذهب لصالح بن حمد بن شريويح العامري مع هذا المسار ومع هذه الأسماء. يا سلام والله الشوط جميل يعني فيه سرعة وفيه تنافس، ما بين الجعدان المحليات في شوطنا السابع في سابع الأشواط على أرضية ميدان سيف العرب. يا سلام، ما قلت لك سيف العرب ياكل الجو، صدر من علومه وصدر وروع. يا سلام، يكتب لك أرقام جديدة ويمحو شروات سيل من حدر من علوه. يا سلام، الله 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 يا سيف العرب، هذا هو هذا ميدان سيف العرب في هذا الانطلاق. أحد فروع ميادين دبي، أحد فروع الميدان الذكي في المرموم. يا سلام، شاهين عبد الله بن معيوف العامري بدأ يغير إلى مقدمة الشوط، بينما الطايل في المركز الثاني أحمد بن محمد بن كراز المهيري على ثاني المراكز، الثالث الذهب لصالح بن حمد بن شليويح العامري، والمركز الرابع قعود العمري هذا
هذا هو اللي في المركز الرابع، عبد الله بشطيط بن سعيد العمري. يا سلام يا سلام، شوف الأسماء وشوف الشعارات وشوف التحديات وشوف الأثارة وشوف الكيلو المتر الأخير ماذا يفعل بالجعدان. يا سلام، غير غير، بدل بدل الذهب لصالح بن حمد بن شريويح العامري على مقدمة الشوط على المركز الأول، يسيطر ويقود ويغير الجعدان ويتحمل مسؤوليتهن على قيادتهن بقيادة هذا الشوط. شاهين لعبد الله بن معيوف العامري على المركز الثاني والثالث اللي هو مهدي لعبد الله بشطيط العمري، والمركز الرابع هناك عند بن كراز. المركز الخامس أشوف وصول من هملول سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. يلا حرك يا محرك، وجاوز يا مجاوز، ووصل متعب لسالم يابر بن مصرح الاحبابي كذلك على التنافس، وابن شريويح مسيطر مسيطر، ولكن يا سلام، صدرت الاوامر وانطلقت الجعدان، انطلقت الجعدان هناك، بدا يتسلل يتسلل متعب متعب سالم بن جابر بن مصرح الاحبابي، يتقدم في وقت جميل في وقت مناسب الى مقدمه الشوط لينفرد عن الجعدان لينطلق مع ال 200 متر الاخيره ليعلن الفوز. متعب متعب سالم بن جابر بن مصرح الاحبابي يتقدم على المركز الاول، ولكن بن درويش بن درويش مع هملول سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. بنشوف الامتار الاخيره، هذا متعب انتزع ناموس هذا الشوط بالجدارة وبالمركز الأول. هذا هو متعب، حقق فوز وناموس في هذا الشوط. تهانينا لمالك سالم يابر بن مصرح الحبابي، المركز الثاني هملول لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، والثالث اللي هو لحمد بن محمد بن كراز. التوقيت الزمني 7:57 ثانية. السلام عليكم.